بحث مشاركون في الاجتماع الإقليمي 18 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية بمشاركة تركيا وإيران وفرنسا سبل دمج شبكة سكة الحديد الوطنية المزمع إنشاؤها مع شبكات السكك الحديدية الإقليمية عن طريق تأسيس وصلات عالية الكفاءة. وزير النقل حسين الصعوب قال خلال افتتاح الاجتماع إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية في ضوء المستجدات المتعلقة بحجم النقل الحالي والمستقبلي والتغيرات الديمغرافية الناجمة عن أزمة اللاجئين، إضافة إلى عمل دراسات لإنشاء مينائين بريين ومركزين لوجستيين في عمان ومعان، وسيتم ربطهما مع شبكة سكة الحديد. بدوره قال مدير عام الخط الحديدي الحجازي الدكتور عبد الله الملكاوي إن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات ونشرها وتقديم الاستشارات لمشاريع قيد الإنجاز على صعيد السكك الحديدية. خط الحديد الحجازي لديه خطة طموحة وهي ربط مدينتي عمان والزرقاء ومطار الملك علياء الدولي بخط سكة حديد حديث لتسيير قطارات الترام بسرعة تصل إلى حوالي 100 كيلومتر. الدراسة الأولية قدمت للحكومة ممثلة بوزارة النقل. مشروع يهدف إلى حل المشكلات النقل ما بين مدينتي عمان والزرقاء، سيما وأن عدد المتنقلين بين هاتين المدينتين يزيد عن 450 ألف في الاتجاهين يوميا، بالإضافة إلى تأمين وسيلة نقل مستدامة وآمنة مع مطار الملك علياء الدولي وخصوصا في فصل الشتاء.